السلام عليكم متابعينا الاعزاء في كل مكان، اهلا بكم. في البدايه يا ريت تشترك في القناه لو مش مشترك وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بكل جديد انزله ان شاء الله، ويسيب لنا كومنت تحت الفيديو ده برايك في الاخبار. الخبر الاول هو ان موسيماني استقر خلاص على الغاء معسكر الامارات. المفروض النادي الاهلي كان يوم 6 هيسافر الامارات علشان يعمل معسكر مغلق هناك يبدا يستعد بيه لعوده الدوري ولدوري ابطال افريقيا وللسوبر الافريقي اللي تحدد هيبقى 24 ديسمبر ان شاء الله. فكان من المقرر النادي الاهلي يسافر الامارات يعمل معسكر هناك وكلام من ده، ولكن موسيماني استقر في الاخر ان هو خلاص هنلغي المعسكر ده وهيبدا يجهز اللعيبه اللي موجوده معاه حاليا هنا في مصر بسبب المشكله المؤخره اللي موجوده مؤخرا، وهي ان ميعاد كاس العالم للانديه جه في ميعاد افريقيا، وده ممكن يحرم النادي الاهلي من اللعيبه الدوليين بتوعه اللي هم حوالي 8 9 لعيبه. فموسيماني بدا يجهز خطه بديله تحسبا لو الموضوع ده ما اتحلش. وبمناسبه المواعيد المتضاربه دي، في مصدر من الفيفا قال ان هم عندهم تاكيدات بنسبه 90% ان بطوله افريقيا يا هتتاجل يا هتتلغى، علشان كده عشان كده اتحط الميعاد في الوقت ده. الكاميرون حاليا مش جاهزه ان هي تستضيف البطوله، ولسه ما خلصتش يعني استعداداتها علشان تستضيف افريقيا، فبالتالي بنسبه كبيره افريقيا يا هتتاجل يا هتتلغى، عشان كده اتحط ميعاد كاس العالم للانديه في الفتره دي. وانا بالنسبه لي كمشجع النادي الاهلي اتمنى ان هي تتلغى، احنا رح نلعب في كاس العالم مش رح نلعب في مباراه وديه يعني، ده حاجه. فعشان كده المعسكر اتلغى، والمفروض ان لعيبه النادي الاهلي كانت واخده راحه من اخر ماتش في الدوري اللي هو كان قدام سموحه، تقرر ان ميعاد عوده التدريبات هيكون الاثنين الجاي ان شاء الله، ولكن قبل التمرين ما يبدا هيتم عمل قياسات وزن لكل اللعيبه عشان يشوفوا مين اللي حافظ على نفسه في الفترة اللي فاتت بتاع الأجازة، ومين اللي بوظ الدنيا وما التزمش وما كانش بيتمرن وكلام من ده وزاد وزنه. فدي نقطة كويسة جدا ان هم يعملوا قياسات وزنية، ويا ريت نشوف ردود فعل على اللاعيبة او قرارات تتاخد ضد اللاعيبة اللي ما قدرتش تحافظ على نفسها في فترة الراحة اللي فاتت. ده الخبر الاولاني. الخبر الثاني وهو عمار حمدي متمسك بالرحيل. عمار حمدي جاله اكتر من عرض من الدوري انه يطلع اعاره لمده 6 شهور. اللاعب شايف ان هو ما بيشاركش مع النادي الاهلي من ساعه ما رجع غير في دقائق قليله، اللاعب عايز ياخد فرصه اكتر ووقت اطول جوه الملعب، وشايف ان في زحمه في مركزه في النادي الاهلي حاليا، فبالتالي مش هياخد فرص. طلب ان هو يخرج اعاره، ولكن بيتسو موسيماني متمسك بيه، ولكن اللاعب رجع يجدد طلبه لبيتسو موسيماني اللي هو لا انا عاوز اطلع العب ال6 شهور الجايين دول اساسي في اي فريق في الدوري ان شاء الله. واللاعب متمسك انه يطلع ومش عاوز يفضل قاعد على الدكه في الفتره الحاليه. القرار الجديد من موسيماني هيكون ايه؟ ده لسه ما نعرفوش، بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه عشان نعرفك كل الاخبار الجديده اول ما تنزل ان شاء الله. سلام.